نجاوبك بصيغة غير مباشرة. احنا في الأول وفي الأخير احنا مربيين قبل ما نكونوا مدربين. يعني المدرب خصو يعرف شنو كيدير، خصو يعرف الحدود ديالو، خصو يعرف الحدود ديالو. ما كانش عليه يتوجه لعند أكردو، ما كانش عليه يتوجه، هو كان خصو يبقى كوتش، لأنه دوك وليداتنا كاملين، لا الوليدات ديال المغرب الفاسي، ولا الدراري ديال الرجال ديال الرجاء، ولا الرجال ديال مصر، كلهم رجال وليداتنا. دازو عندي وليداتنا، راه مكعازي داز عندنا، مقدم داز عندي، زنيتي فاش كان ولد صغير داز عندي في مصر، يعني راه كلهم وليداتنا. مبارك راه كلهم ولادنا. اوكي، فاش غادي نلعبوا راه كان كل تيدافع على القميص ديالو بكل احترافيه وبكل جديه وهذا، ولان راه ما تنبغيوش لاعب يتضرب مثلا، واخا لاعب خصم ما نبغيوش يتضرب شي ضربه خايبه، واخا لاعب الفريق الاخر. حنا قبل من كل شيء حنا اوكي، ومن دي زونترينور وهذا وهذا، ولكن قبل من هذا الشيء حنا مربين. ما كانش عليه بتاتا يمشي عند اكردوم ولا يخاطبوه بداك الطريقه ولا هذا ولا هذا، باش ما نقولش حوايج اخرين. اوكي، شكرا كوتش. شكرا. بالنسبه ليا راه الوقت الكره ديال البدوي اللي خدا فيها كارتون جون، كنظن بالنسبه ليا بان بينالتي، لان تقصت الرجل ديالو. العموم خدينا واحد الهدف في الشوط الثاني، لاننا حاولنا نغيروا المنظومه كامله، درنا 3 ديفونسيون. الرجاء يمكن تقول انت لاعبين ناقصين بواحد سيفري، ولكن عندهم لا كولتور تاكتيك اللاعبين ديالهم، باش انهم كلهم ينظموا راسهم في ان بلوك با ويديروا لا دونسيتي فلاكس، وما يكونش عندهم مشكل. حنا حاولنا اننا نديروا غير 3 مور، وحاولنا اننا نرفعوا 4 ديال المهاجرين، ولكن يمكن اللي خلنا اليوم هو داك لا فريشور ديال اللاعبين، بحكم انتم كتعرفوا كيتعبوا كيترينيو شي لاعبين، فكنظن من الصعب ان يمشيو في هاد هذا. اكثر من هاد الشيء ماشي حتى لو كوتي فيزيك، وي، ولكن سي اوسي سورتو لو كوتي مونتال، ان اللاعبين في هاد المقابلات بجوج، لا كونت تطوان ولا ضد الفتح، لاعبين اللي بذلوا واحد مجهود كبير من الناحيه الذهنيه باش خرجوا مقابلات بداك المستوى، ولا حتى اليوم. فكنظن بان لو كان كانت لا فريشور كنا نرجعوا في المقابلات، كنا كذلك ننتصروا. اكيد ان الرجاء لقاو واحد 3 ديال ليزوكازيون في الاخير، ولان هذا شيء كنا حنا معولين عليه، وبحال خدينا في التالي خدينا الريسك، خصوصا ان كنلعبوا ضد لاعبين اللي كيجيدوا انهم يحافظوا على الكره، كلهم يلعبوا كذلك الى بقاو المساحات، كلهم على غرار الزرغوني، على غرار اللاعبين الكثار بوزوق هذا، يعني لاعبين اللي ولا عندهم داك التحول من الدفاع للهجوم في القوه ديالهم. وسي نورمال هذه الاشياء اللي كنا حنا عارفينها، يا اما حنا نرجعوا في المقابله، يا اما يشجعوا علينا هدف ولا هدفين او ثلاثه. كانوا اقرب، كان بامكانهم يسجلوا. حنا عاوتاني جاتنا واحد الكره في الاخير ديال عينه، يمكن كانت سجلات، كان المقابله تخرج التعادل. العموم بصحه للرجاء، حنا بالنسبه لنا عندنا نتوجهوا للمقابله اللي جايه، انا في الناس القريه وكل داخل كنسميها مقابله الموسم، على غرار المقابله اللي فاتت اللي جاتنا في واحد المنعرج المحمديه. كنظن ان المقابله هذه مقابله حاسمه اللي جايه، خصنا نخرجوا بها بانتصار.